وللتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الأكاديمي العراقي الدكتور أحمد كسار. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، بعد إعلان نتائج العد والفرز اليدوي، كيف ينظر الشعب لمفوضية الانتخابات اليوم في ظل تزوير ومقاطعة شعبية وصلت ل 80%؟ اهلا بك وبمشاهديك ومتابعيك الكرام. حياك الله وبياك. الحقيقه ليس الشعب العراقي الذي ينظر اليوم. قرات قبل يومين تقرير لاحدى المراكز الامريكيه تقول ان الانتخابات العراقيه الاخيره هي كارثيه بسبب ما اجري عليها من هذه المهازل التي ضحك بها على المنتخبين والذين ذهبوا الى صناديق الاقتراع والذين شاركوا في هذه العملية الانتخابية. فقبل الشعب العراقي، العالم بدأ يصف هذه العملية الانتخابية بأنها مهزلة وأنها كارثية وأنها يعني أوصلت هذه العملية السياسية إلى السخرية والضحك من قبل المحللين والمتابعين والمراقبين. طيب، يعني كيف تنظرون إلى الطبقة السياسية الجديدة التي أفرزتها هذه النتائج في ظل احتجاجات شعبية واسعة على الفساد؟ نتيجة طبيعية. النتيجة أصبحت اليوم هي تبرئة المزور، فبالتالي نجحت هذه الطبقة في أن تثبت نفسها وبالقوة، لأن العد بيدها. من الذي عد ومن الذي فرز ومن الذي أحرق ومن الذي فجر ومن الذي يعني أدخل الأصوات وأخرجها وأعلنها؟ هم نفسهم القائمون على هذه العملية الانتخابية، فبالتالي هذه الشهادة تحسب عليهم، لا أنه هناك نزاهة حقيقية في الموضوع وأن الصناديق ليست بمأمن عن التزوير وأن التزوير تهمة لصقت ولن يعني لا من هذه العملية الانتخابية مهما جملت ومهما يعني حسنوا صورتها. التزوير هو فساد، وكذلك يعني مقاعد البرلمان عندما تباع بمليار ونصف المليار دينار بحسب النائبة نهلة الأبابي عفوا، فهي وجه من أوجه الفساد أيضا. كيف يعني سيقدمون هؤلاء الخدمات إلى الناس وهم متظاهرون على الفساد وهم اشتروا مقاعدهم بوجه من أوجه الفساد؟ هذا ما كنا وما كان الناس يتكلمون به من بيع هذه الصفقات فوق الطاولة وتحت الطاولة ومن خلال السماسرة السياسيين والعرابين لهذه العملية. نجد اليوم بات الحديث من داخل هذه العملية السياسية ومن داخل مراكز البحث الأمريكية والإقليمية والعربية التي تشير إلى أصابع الاتهام بأن هذه العملية مشوبة بالتزوير ومشوبة بالتدليس وأن هذه الصفقات تتم بالعنن وليس بالسر، الوزارة الفلانية بكذا والمقعد الفلاني بكذا بالتسعيرات، كأنك داخل السوق لهؤلاء السياسيين وليس إلى قبة البرلمان. في ظل هذه التداعيات وصراع شركاء العملية السياسية ورفض بعضهم للنتائج، إلى أي مدى تعتقدون أن المشهد السياسي مرشح للانهيار؟ بشهادة القائمين على هذه العملية والقريبين من داخل العملية الانتخابية والسياسية يتوقعون أن هذه العملية الانتخابية لن تقوم لها حكومة قائمة، وإذا قامت فستكون كأخواتها الحكومات الفاشلة المتعاقبة التي خرج اليوم الشعب العراقي من جنوبه إلى شماله يرفض هذا الوجود ويرفض هذا التسلط الذي لم يقدم على مدى تلك السنوات أي خدمة تذكر أمام الناس لهذا البلد. المواطن اليوم يتظاهر وهمه الخدمات وهمه متطلبات الحياة الأساسية، والكتل السياسية همها الكرسي والمنصب والوزارة والبرلمان. كيف يتقاربان هذين الأمرين؟ شتان أن يتقاربا. هذا يخرج من أجل حقوقه وهذا يخرج من أجل أن يأخذ حقوق غيره، فبالتالي السعي مختلف. الشارع العراقي الآن يطالب بالخدمات البسيطة التي تحفظ له حقوقه الإنسانية، بينما هؤلاء أخذوا حقهم وزيادة بالغصب وبالقوة وبالسلاح وبهذا التسلط وبهذا البقاء المستمر، وهم الذين أعلنوا عن أنفسهم بأنهم فاسدين وأنهم غير ناجحين في إدارة البلاد. الأكاديمي العراقي أحمد كسار، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك.